اهلا بيكم. سمعت قبل كده عن المثل الخارجي؟ انت تبقى داخل مثلا مصلحه حكوميه عشان تخلص ورقه معينه، تبص تلاقي الكمبيوتر اتعطل، او انك انت تكوني مقدمه في مسابقه وداخله بتكتبي على الاوفيس، تبص تلاقي نسخه الاوفيس اللي معاكي باظت او فيها خلل، او ربما انك انت تكون ماشي في طريق معين عشان تخلص اجراءات معينه، تبص تلاقي عقد كده بتطلع لك من حيث لا تحتسب، وغيرك بيخلص المصلحه بتاعته في ثواني بس انت بتغيب فيها شهر واثنين وثلاثه وما بتلاقيش مبرر للتعطيل اللي بيحصل معاك. ده ما بيسمى بالمثل الخارجي، فتعالوا نعرف اعراضه واسبابه وعلاجه في لحظات. قبل ما ابدا عايزك انك انت تدوس لايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط زر سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام، وخلونا مع بعض نبدا. اول حاجه عايزك تعرف ان المثل الخارجي يا اخي الكريم هو نوع من اقتران الشيطان بالانسان، ولكن هذا الاقتران بيكون خارجي وليس داخلي، يعني بمعنى اصح مجموعه من الشياطين بتتسلط عليك، ربما يكون بسبب وبدون سبب، زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب الفتاوى، قال لك ان ربما اقتران الجن بالإنسان يكون عن طريق شهوة، كما يحدث مثلا أن واحد يعجب بواحدة فيظل ماشي وراها لحد ما يكلمها، أو مثلا أن يكون عن طريق ظلم، أن تيجي واحدة مثلا في الحمام كبة مية سخنة، فتيجي أنك أنت كبيت مية سخنة على شيطان، فيجي الشيطان ده يقولك أنت حرقتيني، طب أنت هتشوف أنا هحرق قلبك في أولادك وفي حياتك إزاي. أو مثلا تيجي كإنسان مثلا لا قدر الله، يعني بعض الناس كده بتيجي جايه لما تيجي تبول بتبول في الاقحار، بتبول في اماكن كتير، وده طبعا هتلاقيه مصنف في كل الكتب اللي بتتكلم عن علاج الجن، مش انا اللي جبته من عندي. لذلك لما تيجي مثلا تكب ميه سخنه في الحمام، حاول انك انت تسمي يا اخي الكريم، ما تحاولش مثلا انك انت تقعد في مكان في ظلام وتصرخ وتصوت، او لما تيجي مثلا انك انت تبكي ما تبكيش في الحمام، خش اي غرفه من غرف بيتك واقعد ابكي فيها براحتك، لكن ما لقيتيش غير الحمام اللي تبكي فيه، هنا بقى بيقترن الشيطان بالإنسان حسب نوعية الإزاء. ودايما المثل الخارجي ده ما بيجيش للإنسان إلا عن طريق الإزاء. ليه؟ لأنك أنت أزيته، فلازم أن أنا أزيك زي ما أنت أزيتني، أتسلط عليك وأعطل كل أمور حياتك، أخليها كلها معقدة، تيجي تروح في أي باب تبص تلاقي الباب ده في وشك مقفول. عشان كده المثل الخارجي ده من أخطر أنواع الجن، وهبين لك أعراضه في دقائق معدودة، فاديني تركيزك وانتباهك وسيبك من اللي أنت بتعمله. أول حاجة عايزك تعرف يا أخي الكريم إن المثل الخارجي ده بيكون نوع من أنواع الشياطين زي ما قلت لك، بيقترن بالإنسان إما إنك أنت مثلا تكون ظلمته، فتيجي مثلا تروح أي مصلحة حكومية عشان تخلص الشغلانة بتاعتك، تبص تلاقي المصلحة بتاعتك دي متعطلة، فتحاول مرة واثنين وثلاثة إنك أنت تخلصها، تبص تلاقي كل شيء معقد، أو ربما إن يكون عندك بيت عايز إنك أنت تبيع البيت ده، كل البيوت اللي حواليك بتتباع، لكن بيتك أنت فيه كل المواصفات وفيه يعني سبحان الله بيت جميل جدا وحواليه ارض وحواليه كذا، بس تيجي عشان تبيع البيت ما انتش قادر انك انت تبيعه، في حاجه اسمها مس خارجي بيعطل الدنيا. او ربما انك انت مثلا تكون داخل في موضوع تجاري، او عندك صنعه معينه، عندك الصنعه ديت انت مبدع فيها، وفي اشخاص بيقدموا نفس المهنه الحرفيه اللي انت بتقدمها، بس هم بيقدموها اقل منك وانت افضل منهم، وبيبيعوا بسعر اغلى منك والدنيا ماشيه معاهم حلاوه. طب انت ماشيه معاك ايه؟ ماشيه معاك زي السكين في الحديد، يعني مفيش اي فايده زي ما بيقولوا، بتبص تلاقي كل حاجه عندك متعقده. ده ما بيسمى بالمثل الخارجي. عشان كده عايزك تعرف يا اخي الكريم ان المثل الخارجي ده لازم انك انت تتخذ اسباب انك انت تتخلص منه، عشان كل التعطيل اللي انت بتلاقيه في حياتك ينتهي، لان سبحان الله الشياطين بتيجي مثلا تعطل لك الامور، فتيجي عند الشخص اللي انت رايح تقدم معاه الخدمه او تخلص معاه شيء، ربما يكون الشخص ده عنده حسد، فيروح الشيطان ده يتفق مع الشيطان اللي موجود جواه ان هو يعطل لك الشيء ده، او تبص تلاقي مثلا انت كشخص عندك عزله وانطوائيه عن المجتمع كله، وتبص تلاقي ان في بعض الاشخاص اللي هم قريبين منك بيبتعدوا عنك، يا جماعه انتوا بتبعدوا عني ليه؟ ده انا انسان كويس، طب انتوا شفتوا مني حاجه سيئه؟ هو انا عملت حاجه تضركم؟ تيجي مثلا تلاقي صاحباتك تاخد جنب منك، طب انت خدت جنب مني ليه؟ ايه السبب؟ هو ايه اللي مش كويس موجود فيا؟ تيجي مثلا تروح البيت تبص تلاقي كل الاجهزه اللي موجوده عندك بتتعطل، اللونه بالكهرباء عماله بتتحرق 24 ساعه، يا جماعه هو البيت بتاعي ده في ايه؟ يعني انا اسيب اللونب ابص الاقيها تتحرق؟ ربما انك انت تلاقي ايضا دود، او تلاقي مثلا اشياء مش كويسه في البيت او كركبه، ده مس خارجي او تسلط من الجن بيسمى تسلط خارجي. نوع الجن ده بيتسلط بيك حسب بقى مزاجه، هو عايز ايه؟ عايز مثلا ان هو يعطل لك شيء معين، ممكن يكون جاي لك عن طريق حسد، تصور ممكن يكون جاي لك عن طريق حسد. هتقول لي طب جاي لي عن طريق حسد ازاي؟ قول لي كده. اقول لك مثلا ربما انك انت تكون انسان كنت موفق في تجاره معينه، مثلا في تجاره المواد الغذائيه، فكنت انت بتجيب المواد الغذائيه ديت وبتبيعها في دقائق او بتبيعها في ايام، تجيب المواد الغذائيه تبص تلاقيها تقعد معاك بالشهر والشهرين، تليفونك كان شغال رن على طول عشان تخلص لده شغل وتخلص لده شغل وتدي لده بضاعه وتدي لده بضاعه، فجاه تبص تلاقي تليفونك اتوقف، طب ازاي؟
ده شيء غريب. الشياطين اللي موجودة حواليك هي اللي بتحاول تنفر الناس منك، هي اللي بتحاول تنسي الناس انت مين وانت بتبيع ايه ولا انت شغال ايه اساسا. ربما انك انت تكون معلم شغال في مهنة معينة او شغال في صنعة معينة، وتبص تلاقي نفسك مفيش حد بيتصل بيك ويعمل الشغلانة، وتيجي انت على باله يقول تصدق والله نسيتك يا اخي، ده انا كنت عايزك انت اللي تعمل لي الشغلانه ديت، بس سبحان الله نسيت وانت ضعت عن فكره خالص، انت كنت فين؟ تصور ان انا ما جيتش على بالي خالص ان انا اتكلم معاك او ان انا اقول لك اعمل لي الصنعه ديت. طيب هو ده بيحصل ليه؟ بيحصل من الشياطين. الشياطين هي اللي بتعطلك الامور كلها والمجريات كلها. والمس الخارجي ده من اخطر انواع المس. ممكن المس الداخلي ممكن يكون مس كلي او مس جزئي او مس عضوي، وده هنتكلم عنه في حلقات فيما بعد عشان ما ادخلش السلوك في بعضها، فخلونا نركز على موضوع المس الخارجي ده. المس الخارجي ده ربما انه يعطلك موضوع زواجك. تكون مثلا شايف بنت معجب بيها، فتروح انك انت تقدم لها، تبص تلاقي البنت رفضت. طب هي يا بنت اسبابك؟ تقول لك مش عارفه بدون سبب. يعني طب انت مثلا متقدم لك حد توافق عليه، او انك انت مثلا مقدمه في وظيفه معينه، فتروح للوظيفه ديت فتبص تلاقي كل صديقاتك اللي هم اقل منك بدون واسطات او محسوبيه نجحوا. طب انت كانسانه عندك تقديرك وعندك امكانياتك اللي تاهلك للوظيفه ديت، وانت افضل من اللي هم مقدمين معاكي، بس انت ما بتوفقيش، فتروح اكتر من شيء تبص تلاقي كل حاجه معاك معطله. ده هو المس الخارجي. والمس الخارجي ده من اخطر الانواع، فعايزين نتخلص منه لازم ان احنا نكون اذكياء. نعمل ايه؟ نعمل حاجه بيننا وبين الشياطين اللي بتحيط بينا، لان مملكه ابليس دي مملكه عظيمه جدا. لعل ان انا اتكلم عنها وعن القصص اللي وردت في بعض الكتب والمصنفات بالاسانيد وبالادله الصحيحه في قناه يوسف احمد عن مملكه ابليس ومملكه السحر، ولكن فيما بعد. فخلينا نركز مع بعض دلوقتي. الحاجه الوحيده اللي انا عايزك تركز معايا فيها عشان تتخلص من المس الخارجي، اول حاجه هتلتزم بثلاث نقاط. النقطه الاولى يا اخي الكريم انك انت تقرا سوره ياسين والواقعه في الصباح، تمام؟ وحبذا لو يكون قدامك او جنب منك كوبات ميه وتشرب الميه ديت، تنفذ فيها بعد ما تخلصهم وتشرب الميه ديت لمده اسبوع. كل الامور اللي متعقده عندك وكل الشياطين اللي محيطه بيك مش هتقدر تعمل لك حاجه، او هتقدر حتى ان هي تسيطر على الاشخاص اللي موجودين قدامك، مش هيقدروا. ليه؟ لانك انت خلاص اعتصمت بالله عز وجل، وسورة ياسين لما قرأت له، والسورة ديت لها أسرار عظيمة جدا سبحان الله، لعلي إن أنا أتكلم عنها ولكن لما أجمع الأدلة كاملة، لأن أنا ذات نفسي جربتها على حاجات وجابت نتائج مبهرة. الأمر الثاني يا أخي الكريم، زي ما قلت لك تقرأ سورة ياسين والواقعة، حاول إنك أنت تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، بحيث إن مفيش شيطان من الشياطين الخارجية ديت يقدر إن هو يقرب لك ويعرف أنت بتفكر في إيه ويعرف إيه اللي أنت عايز تعمله. ولما تخش اي مصلحه او اي مكان حاول انك انت تقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. من صور تعطيل الجن احيانا ربما انا ذات نفسي بيحصل معايا الشياطين بتتسلط، فاروح اخلص شيء معين ابص الاقي كل الادوار ماشيه تمام، واول ما يجي الدور عليا ابص الاقي الحاجه اللي قدامي اتعطلت وقفت، فاضحك وابتسم تمام، لكن اتعطلت تعطيل حقيقي مش تعطيل مثلا مجازي او شيء، لا. انت كذلك ربما ان هو بيحصل معك الحاجات ديت، ده حاجه اسمها تسلط من الشيطان، والاشياء ديت ما بتحصلش للانسان دائما الا لما بيكون تارك الاذكار بتاعته. فعشان كده يا اخي الكريم عايزك انك انت تحصن نفسك بالاذكار في الصباح والمساء. تقرا سوره ياسين تمام وسوره الواقعه في الصباح وتشرب وتنفث على ماء وتشرب الماء ده. تمام؟ وقبل النوم تحاول انك انت تقرا اذكار النوم، ولما تخش اي مكان قول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لان المس الخارجي بيسبب لك ثلاث اشياء ايضا. الشيء الاول ان هو بيجعلك في عزله تماما وخليك تقنط وتيأس من رحمه الله، كل حاجه جايه تعملها تبص تلاقيها مقفله، كل حاجه جايه تعملها تبص تلاقيها معقده، كل حاجه عايز تقدم عليها او تخش فيها او تاخد خطوه فيها تبص تلاقي الخطوه بتاعتك انت ماشي يمين تبص تلاقي نفسك ماشي شمال، رايح في الطريق الفلاني تبص تلاقي نفسك رايح في الطريق الفلاني. يعني بيسبب لك ايضا الشتات والالم والتعب والارهاق الشديد جدا عند قضاء اي مصلحه هيجي لك فيها فايده. بيسبب لك دايما الخنقه وضيق الصدر والتنميل في الجسد احيانا، تبص تلاقي ان في تنميل في تقل، انك انت كل حاجه عايز تعملها تقيله عليك، اي حاجه عايز تخلصها وهتعود عليك بمصالح وهتعود عليك بنفع تبص تلاقيها تقيله جدا عليك مش قادر انك انت تاخد فيها اي خطوه ايجابيه نهائيا. من اعراض ايضا المس الخارجي انك انت تبص تلاقي نفسك عندك عزله عن الجميع زي ما قلت لك، وده ذكرتها اكتر من مره، وتبص تلاقي عندك شعور بالوحدانيه، يعني انك انت وحيد مش عايز انك انت تجتمع بحد،
تمام، او انك انت تحس احيانا ان في خرابيش بتطلع في جسمك، تمام، او الم، او كانك انضربت في عضو معين، او انك انت اتلسعت، تبص تلاقي ايه، بقعه زرقاء في جسمك، بقعه حمراء في جسمك، جرح في جسمك، اثر كدمه في جسمك. طب انت جبتها منين؟ او انك انت اتخبطت فين؟ تقول يا انا ممكن اكون اتخبطت في حته قبل كده. طب الخربوش اللي جالك ده جالك منين؟ ما اعرفش برضه. فدي اعراض بتدل على المس الخارجي. ده علاج المس الخارجي، وده موضوع حبيت ان انا الخصه لك واجيب لك الزود بتاعه بحيث انك انت متاهر يعني ما تتوهش فيه، واديتك العلاج بتاعه. لكن انا بسالك سؤال، هل عندك اي وصفه او طريقه او معلومه جديده عن المس الخارجي؟ يا ريت تضعها في كومنت اسفل الفيديو عشان كل متابعينا في قناه تفسير الاحلام يستفيدوا منها. ولو عجبك المقطع ده ما تنساش انك انت تدعمه بلايك، ولو اول مره بتسمعني اضغط سبسكرايب وفعل الجرس، وما تنساش تشيره لاصحابك، فالدال على الخير كفاعله. دمتم فود في امان الله.